الفنان الجميل محمد عزازي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ شكرا. ازيك يا محمد؟ كويس الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. يعني عادة يا جماعة ما بيكون في طفل كده لسه صغير فتشوفوه بيمثل حلو قوي، بس لما تشوفوه في الحقيقة ممكن يبقى خجول شويتين، مكسوف بتاع مش عارف. محمد داخل بجد، يعني هو اللي بينكشنا. يعني ما شاء الله عليك، جريء كده وفاكك، ودي حاجة حلوة صح؟ حصل. يا سلام. حصل. محمد عرفنا كده بنفسك، عندك كام سنة؟ في سنة كام؟ انا عندي 10 سنين. اوكي. في سنه ثالثه. حلو. من امتى بقى وانت بتمثل؟ وانا 5 سنين 4 سنين كده يعني. مشوار كده يعني. مشوار. مشوار. مشوار كبير. وكان بيغني من شويه وبيننا معاد لعمرو دياب. ايوه صح. حصل. طب قول لي بقى، يعني اول حاجه تفتكرها انت عملتها كانت ايه؟ صورتها كانت ايه؟ فيلم كازابلانكا. دي اول حاجه؟ جه ازاي بقى معاك الدور ده؟ هو الصراحة أنا معرفش، عشان كنت لسه صغير، كنت 5 سنين، ودوري كنت طالع في دوري مش متكلم يعني. كنت ساكت. كبداية حلوة. تمام. فأنا طبعا هناك قابلت أمير كارا وإياد نصار، وكنا كلنا قاعدين نهزر ومش عارفة إيه. بس أنت كنت صغير خالص وقتها صح؟ 5 سنين تقريبا. أوكي. وكان التصوير فين؟ كان هنا؟ كان في القاهرة. كان في القاهرة. حلو. طيب وبعد كده عملت ايه بعد كازابلانكا؟ بدات بقى في الفاشن والاعلانات وكده. اكيد اعلانات شعر. لا، شعرك مميز قوي. شكرا. اول بعديها اول حاجه عملتني هو اعلان جبنه فريكو. هو ده بقى مش لازم نقول اسماء يعني كنت موديل يعني. عملت اعلان جبنه وعملت فهو الاعلان ده بقى يعني شويه هو اللي ظهرني شويه. انت مين قال لك تقعد كده وفرد ظهرك؟ عشان انت بتفكرني اقعد افرد ظهري انا كمان. لا، اصل انا في سباحه، فالسباحه دايما ظهري مفروض وكده. اوكي. بطل سباحه. وبعدين القعده دي غلط. صح. ايوه صح، برافو عليك. نقعد كده يبقى ظهرنا مفرود. ايوه مظبوط. وكده بقى شموخ. ده كان اول حاجه ليك كازابلانكا. ايوه صح كده؟ فعلا. اول ما عملت كازابلانكا كان في بقى ايه يعني ردود افعال كويسه، اصحابك بقى والناس قالوا ايه ده انت مثلت الفيلم ده والكلام ده، ولا ايه الاخبار؟ لا، هو انا اصحابي الصراحه يعني صحابي بلعب معاهم وهزر معاهم واعمل كل حاجه تمثيل من قبل التمثيل كمان، وصحابي برضو في التمثيل، بس يعني قالوا لي انت كنت حلوه قوي مش عارفه ايه، بس انا برضو يعني ما بركزش قوي في الحاجات دي عشان برضو صحابي. ايوه. وبتحس ان هم ممكن عادي يبقوا بيجاملوك او هم عشان بيحبوك وكده صح؟ اوكي. طيب انت بعد كده عملت المشوار مع محمد رمضان صح؟ اوكي. حتى